مباراة ليست ككل المباريات. نعم، هي مباراة الجزائر بوركينا فاسو التي ينتظرها كل الجزائريين. فالجزائر اختصرت كل العناوين، وشعارها مونديال البرازيل سيكون الرابع للجزائر والثاني على التوالي بعد مونديال جنوب إفريقيا 2010. الخضر هم من جديد على أعتاب المونديال، والعقبة الوحيدة هي الخيول البوركينابية التي تعاول أشبال حاليلوزيج على ترويضها بملعب التشاخير بالبليدة. نعم، أكيد اللقاء لن يكون سهلا لرفقاء الماجيك أمام منافس قوي عرف كيف يفوز بلقاء الذهاب بمساعدة التحكيم، ولكن هذه المرة المعطيات تختلف. اللقاء سيلعب بالجزائر وبدعم الجماهير الجزائرية التي بدأت بالتحضير مبكرا لهذا اللقاء. وبالفنيات التي يملكها المنتخب الوطني يبقى الحلم بالتأهل لريو دي جانيرو مسموح وقريب من الواقع. فهدف واحد ووحيد يكفي الأفناك للتأهل، فقدم من ستفعلها هذه المرة بعد قدم عنتر يحيى. كاميرا الهوغر رصدت لكم آراء التقنيين الجزائريين الذين خصونا حصريا بهذه التصريحات. لاعب دولي سابق عمر بطروني، السلام عليكم. أولا شكرا على أنك استقبلتنا في البيت ديالك. اليوم نتكلم وتنتظر فينا، تنتظر في المنتخب الوطني مباراة مهمة أمام منتخب البوركينا فاسو، واش تقدر تقولنا على هذا اللقاء؟ والله يا بنتي هذا اللقاء هذا على كل حال أنا نظن باللي لقاء سهل، لما العودة في ملعب شاكر أنا نظن باللي المقابلة تجيهم سهلة،
ما نظن ما يكونش الضغط عليهم، على بالي بلي ما يكونش الضغط، يكون الضغط على الفريق البوركينا فاسو. ونظن باللي هنايا في استاد شاكر ما راهمش رايحين يقدروا يسجلوا فوق هدفين للفريق البوركينا فاسو. نظن الفريق الجزائري هو اللي راح يسجل. يكون هما لاعبين اللي راهو يشوف فيهم سيد عمر بطروني قادرين يمنحوا الجزائر التأهل وقادرين يسجلوا أهداف. يعني نظن كاين سليماني، يقدر كاين فغولي، هادو انا نظن باللي يقدروا يسجلوا باش، وكاين سوداني. سيد عمر بطروني شنو هي توقعاتك لهذه المباراة؟ انا نظن باللي نتأهلوا ان شاء الله، ولكن كما قلت لك نتأهلوا ولكن لازم نتحسنوا، ماشي الفائدة مازلنا كما نقول لك المشاركة برك. كلمة أخيرة توجه للجمهور الرياضي اللي يتابع فينا عبر القناة هوغار تي في. الجمهور الرياضي ان شاء الله احنا عندنا على بالك عندنا جمهور يحب بزاف الكرة القدم، ولكن ان شاء الله يكونوا كما نقولوا احنا في المستوى، ولازم يطلعوا المستوى تاعهم، ما لازمش كما نقول لك حنايا نسجعوا الفريق، لازم يسجعوا الفريق تاعنا وما لازمش يكون حاجه اخرى. بنومي كما نعرفوا المنتخب الوطني مقبل على مباراه مهمه امام منتخب بوركينا فاسو يوم الثلاثاء. سيد الخضر بنومي كلاعب سابق وين عاش مباريات مصيريه ومباريات حاسمه، كيفاش تشوف هذا اللقاء؟ لقاء على كل حال لقاء صعب كثير، خاصة في وسط يعني في الميدان، لأن الخصم ما ننسوش المنتخب الخصم يعني البوركينابي فريق محترم مدى النتائج السنوات الأخيرة. شوف الموسم الماضي لعب النهائي ضد نيجيريا بصعوبة، خسر الكأس، احنا في الدور الأول خرجنا طلعنا لبرا، يعني لازم نحترموه يعني نعطوه قيمة. البخور كان كما الماتش عليه يعني بوكينا الفريق الوطني الاداء كان لاباس به، لو غلطت الحكم ولا كان هما جابوا النيل، وانا شفنا بعض اللاعبين فطنوا وداروا اداء لاباس بهم، سجلنا ديجا هدفين دونك لاباس به. دونك هنا في البليده امام الجمهور ارض الملعب تاعنا يحبوا التيران صغير وكلش، يعني كاع الامكانيات راهي موفره، يعني دونك لازم الكره في رجليهم، يعني لاعبين الكره في رجليهم هما يقدروا يعني يديروا الفرق، يعني ما تقدرش تدخل. تو دابور بسم الله الرحمن الرحيم. C'est vrai, je retiens que le match est très difficile. C'est vrai que ça sera un match très difficile dans un premier temps. L'adversaire, le Burkina Faso, sur le plan psychologique, il est bien préparé parce que déjà, il a gagné le match dans le match. Il dit le match est prêt pour qu'il joue le match. Et nous, aujourd'hui, عندنا مجموعة نظن أنه مجموعة لاباس بها، مدرب لاباس به، على اللاعبين تاعنا دو سو بريباري كونفينابلمون لهاد رونديفو في بليزيور كومبارتيمون اي دون بليزيور ديتاي، منها سور لو بلان بسيكولوجيك بيان سور، باسكو الاخرين كيما قلت لك تو دو ديبي جو يلعبوا سون فيريتابلمون اون بريسيون، هما ربحوا المقابلة الأولى، يقول لك حنا عندنا اكثر حظوظ باش نجوزو تسمى، مي على الفريق تاعنا اللاعبين تاعنا الطاقم الفني تاعنا الجمهور تاعنا توسكي اوتور تاع الفريق الوطني هدايا يدير الدور تاعو باش المقابله تكون تسهل علينا، هي صعبه على كل حال، لازم نديرو بوكو تشوز باش تسهل علينا المقابله. تو تافي تتلعب سيغ لو برو مونتال سورتو سي فري، علاش انت اليوم راكي راح تلعبي بلا بريسيون، سي تو تافي نورمال، انت عليك تفوزي بالمقابله 1-0 2-1 3-1 3 تفوزي بالمقابله، ماشي 4-3 بيان سي مي تفوزي بالمقابله اللي تسمح لك باش تتاهلي. حنا اليوم رانا نهضروا على التاهل، ماناش نهضروا على فوز ولا، مي بصفه عامه مجموعه لاباس بها، جو بونس سي دي جوار دو كاليتي، سي تو تري بون جوار يلعبوا دون دو بون كلوب. سي فري كو بتات كي دي جوار اللي ما مشي يلعبوا بزاف، لكن في مقابله واحده تقدري سير 90 مينوت تقدري اليوم، قلت لك باسكو انا نهضروا تاهل، تقدري تمدي كاع واش عندك ومن بعد ما تلعبي شهر وشهرين معليش. السيد مهداوي السلام عليكم. مباراة صعبة تنتظر في المنتخب الوطني أمام نادير البوركينابي، كيفاش تشوف هذا اللقاء؟
حقا شي مباراة صعبة وصعبة بحد ذاتها، لأن تعتبر آخر مطار للتأهل إلى نهاية كأس العالم، وصعبة لأن نقول هذه المباراة جلبت كل أنظار وجلبت كل الناس اللي تهتم بال نقول بالفريق الوطني، ومن كل جانب من كل أطراف معنيين بالأمر، نقول سياسيين اقتصاديين رياضيين وحتى ثقافيين، كلنا منتظمين مع المنتخب الوطني. صعبة لأن راح ممكن ثمارها ثمار الفوز والتأهل إلى الكأس العالم ممكن نستفيدوه، كل جزائري يستفيد منه، اللاعبين كلهم موجودين، اللاعبين كلهم منافسين، اللاعبين جاهزين 100% لهذه المباراة. ونظن على حسب معلوماتنا خاصة في جانب التدريب الخطة اللي راح الناخب الوطني راح يعملها في إطار هذه المباراة راح تناسب مهمة المباراة، وبطبيعة الحال احنا متفائلين بالنتيجة اللي ان شاء الله تكون إيجابية. شحال يتوقع السيد مهداوي النتيجة تكون؟ النتيجة بالأهداف ما نتوقعهاش، من ممكن أنا نقول بكل صراحة لما نشوف الأول نقول اللاعبين تاعنا يكونوا في يومهم، يكونوا في حالتهم النفسية وحاضرين وراح يكسب بالأداء والنتيجة، ونقول ممكن 2-0 أو 3-0. المدرب الفرنسي إيرفي رينار، المدرب السابق لاتحاد العاصمة والمنتخب الزومبي، كان له ما يقول عن هذا اللقاء حصريا لقناة الهوغار. Voilà, l'Algérie jouera son barrage retour face au Burkina Faso mardi à Tchaker. Que pensez-vous, monsieur Hervé, de ce match? Les joueurs savent qu'une Coupe du Monde au Brésil, ça ne se rate pas parce que c'est un événement exceptionnel. Voilà, donc il y a pour que chacun ait au maximum de sa motivation. Et quand on sait l'ambiance qu'il va y avoir au stade, je pense que ça va être l'ambiance exceptionnelle et ça sera très difficile pour le Burkina Faso. Mais ça ne sera pas une tâche facile pour les FENEC. Un match de qualification pour la Coupe du Monde, la dernière marche, c'est jamais facile. Mais le plus important, c'est d'obtenir la qualification. Vous avez vu la Côte d'Ivoire hier, ça n'a pas été facile, mais c'est ça le plus important parce qu'on retient que ceux qui sont qualifiés. Et comme je l'ai déjà dit, le plus important... Et j'en suis persuadé, l'Algérie se qualifiera. Le flanc droit constitue l'éternel problème de l'équipe nationale algérienne. Donc, M. Vahid Halilhodžić compte aligner Nsardine Khouelet, que vous connaissez très bien. Alors, Khouelet, c'est un garçon qui est capable de jouer dans l'axe, qui est capable de jouer latéral droit, qui est aussi capable de jouer milieu de terrain. C'est un garçon avec une mentalité exceptionnelle, un gagneur. Donc, si tous les joueurs algériens sont à son image... ce match retour, il n'y aura pas beaucoup de problèmes pour l'Algérie. Monsieur Hervé, un mot pour les supporters algériens? Je leur souhaite que leur équipe se qualifie pour le mondial et puis on terminera en disant 1-2-3, vive l'Algérie. لاعب ومدرب المنتخب الوطني لكرة اليد لم ينسوا هذا الحدث المهم وكان لهم ما يقولون عن هذا اللقاء. والله كتقني ومحب لكرة القدم ان شاء الله احنا نتمنوا ماهوش غير كتقنية ولا كلعب، كل جزائر راه يتمنى باش فريقنا كرة القدم تأهل البطولة العالمية. ان شاء الله نتمنى هذه ما هي سهلة وما هي سهلة للاعبين ولا طاقم فني، كل صراحة هي مقابلة صعبة. ان شاء الله نتمنى والفوز يكون لنا ان شاء الله. صراحة كان هناك ضغط كبير على اللاعبين، وحتى اللاعبين تاع المنتخب الوطني كرة القدم يلعبوا هنا في الجزائر في أرضهم وقدام الجمهور تاعهم، صراحة كان امبريسيون كبير عليهم، مي هذا ثاني كيعاونهم باسكو الجمهور معاهم، لاجيري كاع معاهم، باش ان شاء الله يربحوا ان شاء الله يفرحونا ويتكالفيو الجمهور ان شاء الله. اللاعب رقم 12 بدأ مبكرا تحضيره لغزو ملعب تشاكير ومساندة الخضر بكل الطرق المباحة. الربح إن شاء الله، وهذا ما نتمنوا لهم، إن شاء الله يطلعوا المونديال. خويا نتمنوا ليكيب ناسيونال إن شاء الله يفرحونا، يفرحوا لاجوناس راهي تمل فيهم. خويا واش غنقول لهم؟ حنا رانا رايحين نتفرجوكم، زهيونا وفرحونا وربي يهنيكم. رب التوفيق للمنتخب الوطني وان شاء الله يفرحونا ويديروا ان بون سكور. تربحوا ان شاء الله تربحوا. نتمنى لهم ان شاء الله يربحوا في بالاجيري.
المقابلة إن شاء الله تكون تسودها روح رياضية دابور. السلام عليكم، وإن شاء الله يربحوا الفريق تاعنا، ورانا نتمنين إن شاء الله ينجحوا، والله غير هما اللي يفرحونا. إن شاء الله المنتخب الجزائري ينتصر ب 5-0 إن شاء الله على المنتخب البوركينا في إن شاء الله. 1-2-3 فيفا لاجيري. عندي زوج دراري وما نخدمش، بصح نحب بلادي يا خو. بالعلام ولا بالعلام، الجزائري يحب بلاده. إذن فبعد مونديالي إسبانيا 1982 والمكسيك 1986 وكل ما فعله رفقاء ماجر وبلومي ومونديال جنوب إفريقيا 2010، هل سيفعلها أشبال حليلوزيج ويؤهلون الجزائر للمرة الرابعة؟ وهل ستحتز البرازيل على وقع سيمفونية النصر للجزائريين؟ 1-2-3 فيفا لالجيري. 1-2-3 فيفا لالجيري. تاريخ هادر وهالأبطال بدمهم كتبوا ولادها، كانوا رجال العلم رفضوا للجيري. هذا العام عندها ما تسهر.